يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هؤلاء الذين يطوفون بالقبور يقولون نحن نعلم إنهم لا ينفعون ولا يضرون، ولكننا نتبرك بهم، فنحن نصلي لله ونصوم لله. هذا مقالة المشركين الأولين، يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يعني هم يعترفون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، ما لا ينفعهم ولا يضرون، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما لهم إلا أنهم يتخذونهم شفعاء فقط، لا لأنهم ينفعون أو يضرون. هذه مقالة المشركين، لكن هؤلاء ما يقرؤون القرآن أو لا يتدبرون القرآن والعياذ بالله. نعم.